بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيام العيد أيام فرحة للمسلمين، لابد لنا أن نفرح رغم هذه الجائحة ورغم هذا الاحتلال البغيض الذي ينغص علينا ليل نهار، ويعتدي على الحجر والشجر والبشر، يعتدي على المقدسات، يعتدي على حقوقنا. لابد لنا أن نفرح لأننا قريبون من الله عز وجل في يوم العيد، يوم أمرنا فيه بالصيام فصمنا، أمرنا فيه بصلة الأرحام فوصلنا، أمرنا فيه بالصدقة فتصدقنا، أمرنا فيه بمسح رأس اليتيم فمسحنا، وأمرنا فيه بإطعام المسكين فأطعمنا، وزيارة المريض وزيارة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، فنفذنا أوامر الله عز وجل. يأتي يوم العيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند ملاقاة ربه. والفطر هنا تحتمل في كل يوم عندما نفطر، وتحتمل في نهاية الفطر وهو عندما نقطف ثمار شهر رمضان في عيد الفطر، هذا العيد الذي له أحكام في دين الله عز وجل نتحدث عنها باختصار. أولا، صلاة العيد لها وقت محدود، وقال العلماء هي بعد شروق الشمس بمقدار رمح، يعني إحنا عشان نقرب الصورة بالضبط، يعني ما يقارب 30 دقيقة بعد شروق الشمس. يستطيع الإنسان أن يصلي صلاة العيد، وهي سنة أن تصلى جماعة، لكن بسبب جائحة كورونا وامتناعنا عن الذهاب إلى المساجد لا يضيع هذا الأجر الإنسان. لكن إذا كان هناك بعض المساجد بسبب عدم وجود حالات مرضية في بعض المحافظات وفتحت المساجد، نلتزم بالتعليمات ونؤديها بشكل جماعي ضمن التعليمات. لكن إذا لم تفتح المساجد فنحن نصليها في بيوتنا، لأنها سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتها بعد شروق الشمس بما يعادل نصف ساعة، وحتى الزوال يعني قبل الظهر بقليل، هذا وقتها يستطيع أن يصليها الإنسان جماعة مع أهل بيته أو لوحده. نؤكد على آليتها عشان يعرف المشاهد والمشاهدة كيف تؤدى، سواء أداها لوحده أو مع أبناء. يصلي ركعتين كباقي الركعات ويجهر في الصلاة، يعني بمعنى بصوت عالي بيقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الأولى، ويقرأ في الثانية ما تيسر من القرآن بعد الثانية. تختلف عن باقي الصلوات في أن الإنسان عندما يكبر لتكبيرة الإحرام، يعني لما يقول الله أكبر نكبر بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى 7 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر، لكن نجعل بينهم متسع من الوقت، ويسن أن نقول بين التكبيرة والتكبيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم أبدأ بقراءة الفاتحة، ثم ما تيسر، ثم الركوع، ثم القيام من الركوع، ثم السجود، ثم القيام من الركعة الأولى. وعندما أقوم، عندما أكبر للقيام الله أكبر، أكبر 5 تكبيرات بعد القيام من الركعة الأولى،
وثم أكمل الركعة الثانية، هكذا تكون صلاة العيد. إذن هي سنة يستطيع أن يصليها الإنسان في بيته مع أولاده، يستطيع أن يصليها لوحده. صلاة العيد لها أحكام. يسن مثلا عندما يخرج الإنسان لصلاة العيد أو قبل أن يؤدي صلاة العيد في بيته أن يأكل شيء من الحلويات، وكان يسن أنه يأكل تمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر عشان يغير الروتين الذي اعتاد عليه من الصيام إلى الإفطار ويعلن أنه مفطر، لأنه لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، لا يجوز ويحرم الصيام. وفي البعض لما يبدأ في الستة من شوال في الصيام يبدأ من ثاني يوم، وأنا لا أنصح من ثاني يوم. ليش؟ لأنه ممكن يجي ضيوف، يمكن تجي أخته، يمكن يروح يزور، فبالتالي نؤجل ذلك لأنه صيام الستة من شوال مع متسع في الصيام. يسن أيضا أن يغتسل الإنسان، أن يتطيب، وخاصة أنه في سنن ليوم العيد زيارة الأرحام. الله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ربط الله عز وجل بين الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام، وكأنه قطيعة الأرحام تؤدي إلى الفساد، فلا بد أن نتواصل حسب الإرشادات الطبية برضو، مش نتجاوز كل اللي التزمنا فيه في شهر رمضان وبعدين على العيد نتجاوز هذه القيود. لا، التقبيل نبتعد عنه، المصافحة نبتعد عنها، في نفس الوقت الاجتماع بأعداد كبيرة نبتعد عنه. إذا كان لا أستطيع أن أذهب إلى أختي أو إلى بنتي في محافظة ثانية أتواصل معها من خلال وسائل التواصل، وأن تتقبل هي هذا التواصل لأنه الظروف صعبة، فبالتالي لابد أن يتواصل مع أرحامه بالحد الأدنى إذا لم يستطع أن يصلهم إلى البيت، وأن يلتزم بالتعليمات والأوامر الطبية لأنه صلة الأرحام هامة. أيضا علينا في هذا اليوم يوم العيد أن نتفقد المحتاجين، أن نتفقد أسر الشهداء، أن نتفقد الجرحى والمرضى، أن نتفقد من هدمت بيوتهم، أن نتفقد أسر الأسرى، وأن نجعل لهم حصة كبيرة من الزيارات. يعني أنا كيف بشتري لأولادي ألعاب في هذا العيد؟ أيضا أن أحضر ألعاب للمحتاجين حتى أدخل السرور إليهم. وهنا نوجه رسالة إلى التجار وإلى الأجهزة الأمنية، لابد من متابعة ألعاب الأطفال وخاصة الأمور التي تضر مثل فروض الخرز، هاي اللي كل سنة تحدث لنا مشكلة، وكثير من الأطفال يفقدوا عيونهم أو من المفرقعات اللي بيفقدوا أطرافهم، يجب على التاجر أن يمتنع عن بيعها، وهذا المال الذي يأخذه هو مال حرام لأنه فيه ضرر على الآخرين، ولا بد أن يجرم وأن يحاكم، لأنه الحقيقة أغلى ما نملك في هذا الوطن أبنائنا، ونعرضهم للخطر في يوم العيد. الأصل ألعاب تناسب وضعنا، صحيح إحنا عشان في احتلال ونميل إلى استخدام البندقية والانتفاضات وألعابنا حتى تتأثر بهاي الأمور، لكن أن تكون ألعاب مقبولة لا تؤثر على الصحة العامة لأطفالنا وتؤدي إلى ضرر. أمر ثاني في يوم العيد لابد أن نقوم به هي قضية التواصل مع المحتاجين. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال عن صدقة الفطر هي طهرة للصائم من الرفث وطعمة للمساكين، يجب أن نتواصل مع المساكين المحتاجين الفقراء الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا الذي لا يملك قوت يومه، الذي لا يملك المال ليعيد على أبنائه ولا ليحضر ما يحتاجه يوم العيد، لابد أن نتفقدهم. وفي النهاية تصحيح مفهوم موضوع زيارة المقابر. الحقيقة كثير من المشايخ يقول حرام زيارة المقابر في العيد، وأنا أقول لا، هذا الكلام الصحيح. نحن نقول لابد أن تكون هناك قيود لمن أراد أن يزور المقابر، ونحن لا ننصح زيارة المقابر في العيد، لا ننصح لكن لا نحرم. لماذا؟ لأنه حقيقة ممكن إنسان فقد أبوه في شهر رمضان أو قبل رمضان بفترة، واعتاد أن يعيد على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على جاره أو على صديقه، فيذهب إلى المقبرة من باب الوفاء فيقرأ الفاتحة ثم يعود. والحمد لله العادات السابقة كان
اللطم على الخدود وقراءة القرآن وتوزيع الحلوى بدأت تنتهي هذه. إذا ذهب الإنسان إلى المقبرة لزيارة تذكار الشهداء وقرأ الفاتحة أو قريب أو أب أو أم، أنا لا أرى فيها بأس، لكن ضمن الضوابط الشرعية. فلنفرح في هذا العيد ولننقل الفرحة إلى أبنائنا وإلى مجتمعنا كنوع من أنواع التفاؤل.